وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشاد سعادة النائب علي عبد الله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا ما تمثله من تكريم وحفظ لمنجزات الوطن. هذه الخطوة طبعا لم تكن مستغربة من قبل صاحب الجلالة، دائما أودنا صاحب الجلالة نحن أبناءنا البحرينيين أن يستوعب همومنا وتطلعاتنا وأن يستمع إلى صوتنا وأن يتعاطي معنا، خاصة نحن أعضاء مجلس النواب بأبوية. جلالة الملك يمثل ربان سفينة الوطن، وهو دائما ما من يرعى مكتسباته، وهو بالنسبة لنا جميعا هو الأسوة الطيبة التي يعني من خلالها نتعلم كيف يتم التعاطي مع كافة الأحداث ومع كافة المواقف بحكمة. صاحب الجلالة اليوم كرمنا نحن أعضاء الغرفة المنتخبة من خلال هذا التوجيه. سيدي صاحب الجلالة دائما ما يحفظ منجزات الوطن، ودائما يوجه بطريقة يعني تفضي إلى أن تكون هذه المكتسبات في مصلحة المواطنين. هو دائما يقف مع المجلس النيابي، ودائما يوقف مع النواب ويحتوي هواجسنا نحن، هذه الهواجس التي تعترينا نحن كأعضاء السلطة التشريعية. ويعني بطبيعة الحال صاحب الجلالة يشكل المظلة الملكية التي تحمي المكتسبات والتي تستوعب جميع أصوات الشعب، والتي نستظل نحن بذلها ممثلين عن الشعب منتخبين. هذا التوجيه السامي سيدفعنا بكل تأكيد نحو المزيد من العطاء ونحو المزيد من العمل. أعتقد بأن مشروع قانون التقاعد يعني مشروع مهم، وهي مسؤولية كبيرة، وأعتقد أن هذه فرصة كبيرة وفرصة تاريخية لنا نحن كأعضاء السلطة التشريعية سواء في النواب أو في الشورى، لكي نجلس مع الحكومة ولكي نبحث هذا الموضوع الهام بشكل متأني وبشكل يعكس تطلعات صاحب الجلالة، وكذلك في الوقت ذاته يضمن بأن المتقاعدين المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود لا يمسوا في هذا الملف الهام.